أردو المازال داخل؟ خلي تقوت شوية. هادشي مالو سهل. شحال فيها عمر ولدك؟ زيد في 92، الآخر زيد في 85 اللي قد البرهوش تاع ولدها، وهذا قد بنتها. هادشي كامل على قبل الفلوس والقرعة. أييه، هادشي بغيت نموت على قبل الفلوس. مشاهدي موقعش تي في، مرحبا بكم معنا. احنا الان كنتواجدوا امام المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد مدينه الدار البيضاء. مشكل خطير وقع ما بين جوج العائلات، يعني هاد السيده والصديقه ديالها اللي صدقه تجاوزت 20 سنه، ولكن بسبب القرعه بسبب الفلوس وقع الخصام وقع المشكل، واللي وصل حتى التهديد بالتصفيه الجسديه ومحاوله القتل وولد هاد السيده اللي تقطعوا لي العصب ديالو راه في المستشفى. السيده هذه امامكم كتقول بانها مضروبه في الكرجاله بسكين، يديها مجروحه والمعص مهرسه منها محلوله، الراس مضروبه بحجم روينه بسبب هاد القرعه. نسمعوا هاد القصه. السيده اتصلت بنا، جينا عندها باش تعوض القصه ديالو، كتناشد السلطات والمسؤولين يدخلوا ويحميوها ويحميو الولد ديالها من الاعتداء. قولي لنا شنو واقع وشنو السبب هذا؟ السبب على القرعة. قرعة. على سبب قرعة فيها مليون ونص و 12000. فيها مليون ونص و 12000. اها. لحقت القرعة خذت هي خمسة. لحقت القرعة؟ خذت هي خمسة قرعات. خمسة قرعات يعني خمسة نوبات، يعني خمسة يعني كل قرعة فيها مليون ونص و 12000. مليون ونص و 12000. هي كتخلص 20000. 1000 درهم. داخلة هي بخمسة، داخلة ابراهيم رجل بنتها. لا ما تجيب لي السميات، شوفي مملوء هذيك الاسماء، كملي. اها. ملي لحقت هذا المرض مشيت عندها ناخذ الفلوس ديال القرعه ديال اللي حد 24 في الشهر 3، راه هي عارفه. تاخذ. اه. صيفطات لي 8000 مع حفيظه اللي كانت ساكنه عندي. ما تجيب لي السميه. صيفطات لي مع السيده. وليله يلاه، ليله يلاه. صيفطات ليا مع السيدة 8000 ريال، قالت لي أنت خذي 4000 مع مولات الحانوت، ونعيمة دي لها 12000، دي لها 8000، خذي 4000، خليها 12000. ملي سيدي جابت لي حافظ 8000، أنا كنسحب، هي ناضت تغوت، دارتها بالعاني تخزنت، وليت كنصيفط في الأوديوات وكنغوت، وجيبي لي قرعتي، وحشومة عليك، وعايبة حادة، حنا مشاركين الطعام. وجيب لي السمية. وأنت وجيب لي السمية. تخلي السميه بافتقار، يلا سير كمل ابشر. وصيفط لي قرعتي الله يرحمك على الوالدين، وراه ماشي ديالي ديال الناس، وراه ما قادراش، وانا راه عارفاني مريضه وكنخلص، ما نقدش نخلص عليك 20000، انا راه داخله بوحده. نط سيدي هزيت انا وثلاثه في العين خدام الشله سميتها بوش. ايه كنحرش فيها. اكمل زيد زيد، تبقاي تكملي السميات كاملين. حنا ثلاثه وقفنا على الباب، وبركت حدا الباب تاع الميسبانه كاينه الكاميرا. ولدها برك يذبح فيا بالجنوي. كيفاش كيذبح؟ كيدير ليا هوك، ما بغاش تفرقي على امي. بالموس. بالموس، كاين راجل ختو واقف. هادشي امتى؟ قولي لي تيمتى؟ رمضان. دابا الفيلم الاخر تاع شعبان. هادشي بداتكم من القديم. من الاخر تاع شعبان. جيتو اليوم. صافي حتى اليوم، اليوم هي حالات القتل. حالات النهاية. كملي. صيفطت ليا ولدها. كلشي الاوديوات ديالي عندي. قالت لي ما نخلصكش على شهر. مشيت انا سكت لهم هانتوما، قال لك لا لا، هاد السيده راه اعترفت وراها دابا صات، فهمتي انت ويا زعما داروا خدمتهم،
لا هذه ولا ديك، الله يجازيهم بخير، الى الكوميسير ولا السيد اللي عمر لينا الله يعمر دار. وقفوا معايا، قال لك انا لا، جيبوا الشهود، تجيب شهود انت، تجيبي شهود يا تجيب شهود. قلت لهم واخا، جينا الشهود حقق معنا ذاك السيد الله يعمر دار، كان زازيهم بخير، كان زازيهم بخير الشرطه، كان زازيهم بخير المخزن الله يعزو. ملي سيدي حمشينا سامحت انا وياها، حسبت لي قدام البوليس 32,000. رجعت اللي جارتها فاش خرجتها و 12,000 كنت كنساه، عطاهم لي راجل بنتها اللي عطاهم لي. سامحنا تنازلنا في اناسي، لحقنا تعانقنا تصالحنا، قالت لي نجي نبيع لك حولي، قلت لها قدام البوليس ها عار ربي حط لي الفلوس عند مول الحانوت، خليني معاك في الثقه راني مريضه بعدي مني. من سيمانه كتحط لي عند مول الحانوت، راه غادي تشوفو نتا هو مجيد مول الحانوت اللي جاب لي شي قرعه كيحط لي عنده الدري ولا سيدي كيسكر ويجيبات عند بابي، يبات واقف مع ولاد الدرب. قالوا ملي قال لهم بغيت نقتل مو نعيم، انا هاد واحد بادر هز الحجره قال لي لك بغيت تقتل مو نعيم مزيان، وولدي تم جاي مع ستونت قال لي امي واش ما شتيش ولد حق لا ما جبتش اساس خينا تيمان، وقال لي راه هو فين واقف امي، راه هز الجنويه وهز قرعه ديال الشراب، هرب مشى لحقت الجوج ونزجا، خرج لي ولدي جرو بعقله قال لي امك تكذب على امي راه عاطيها جوج ثمانية، وقال لي شوف امك نهار نصبات على بنات سوريا امي اللي دخلات معاها وجوج ثمانية وعطاها خالك الدريات بنات اللي جاو من سوريا. كيف سوريا؟ كانت كدير سوريا. شكون هي هذه؟ هي هذه المرأة كدير سوريا مدة 15 عام دار 20 درية اللي كانت داعية، وبنتها باقة أوشيرشي، بنتها باقة أوشيرشي ما كتدخلش المغرب مع الحريزي. بلا ما تجيب لي السمية عباد الله. مع جارها قال ملي مات باهم قال لولدو انا ساخط عليك الا سمحتي لبنت فلانه ما تسمحش ليها، راه الدريه تغتصبوا فيه ولا تغتصبوا في سوريا باقا ما كتدخلش بنتها. المراه تقريبا قالت لولدها هذيك جبت المليون راه هي اللي عاطيه اليوم قد تاخذ مني 20,000. ملي مشينا للكوميسيريا قلت لهم عليكم على خوها، خو اللي عطى جبت المليون وباقي حي سميتو بشعيب. يا تي شكيتو لي سميت سبيت ناري بلاتي شو ولدي كيهارب انت شمانتي هاتي شوف بلاتي شو ما تدري شوف راه ليت كل معمر شوف فين هو راه لابس فوق ليدو اولي غادي له قدام خليه صافي خليه ماشي مشكل كيرداش وتات القرعه تاعكم هادو داروا لكم مدروينه كامله 20 عام وحنا كنديروهم واللي محتاج كنعطوه ليه ما نكذبوش واللي ما عندوش بحال هاد العيد ها وحده غدا غتعيط ليا غتاخذ دايرين فيها 30,000 غتاخذ غدا 30,000 ريال 1000 ريال في السيمو غتعيط بها ها الاخرى من نهار هاد المرض كاين وانا كل مره نصيفط لها 20,000 علاش كنصيفط لها نهار ثلاث غتاخذ قرعتها غادا تخرج 33 غتخرج نهار ثلاث المره اللي غتاخذها سميتها العيديه وتش باغا السميه بلا ما تجبدي السميه هذا الشيء ما عرفتش دابا اليوم شنو وقع اليوم؟ اليوم وقع لي ولدها جاني مع الستونت ديال الصباح، عمتها ولدي جاني هز الحجر نط نجري انا بحال ما شاربهاش ديك الفاني ديال العصا، قلت انا بلا ما نعس وقيله غتوقع لي شي حاجه اليوم، انا ملي حاشاك شتك الكحل قلت غتوقع لي شي حاجه، قلت اول ما جا هو يسير هز عليا في قزيره، هز الحجره صيفط الباب، الباب تفتح بحال هكا طارت الشلخه، ملي طارت الشلخه الجنويه سارين غوز فيا بحال درت الزيت الروح ديال جابي ما نكذبش وبقيت ندير لي ثاني بحال ما حسها بروح لا بوالو، هز الحجر الثانيه عاود الباب تلاح ضرب ملي لقيت لي بحال هكا بغا ينزل لي يقسم لي الدراع باش الجنويه راه هو اللي ضرب ولدي قطع لي العصب دابا ولدك مقطع لي العصب الداخل قطع لي العصب دابا قال لي الطبيب ملي سيدي جا هذاك سميتو ساندي العساس ديال الليل بغيت يشرب حدا شي عساسه بعدا وما علمونيش هذوك بعدا عندهم بعدا خصهم هذوك يعلموني ملي كيشرب حداهم يقول لي ضرب غيقتلك الليله ما علمونيش ضربوا الطم قال لي ولدي امي راه كان حدا العساسه يشرب وتشوف فين كيشرب بعيد من بابي بحال هذيك الطونوبيل والعساسه حداه لحقت سيدي الجوج فين جا دق على ولدي خرج ما نهضش لي ولدي قال لي امي قال لك خينا راه بيت نحيد البارح خرجي لي قتلك ما بغيتش نخرج يا امي شكون هو هذا؟ هذا ولدي قدو زيد 85 زيد قول 84 شهر 10 بحال 85 بحال وكان يقرا هو وياه وكانوا صحاب والدري هذا اللي زيد في 92 راه قد بنتها شكون هي هذه؟
وتش باقا تش واش ولا زعما هاد السيده اللي عندك معاها مشكل؟ عندي معاها مشكل. لا ما تبقاش تجبدي السم صافي. الله يحفظك ام موسى الله يحفظك. ماشي مشكل ماشي مشكل ماشي مشكل ماشي مشكل يا ماشي مشكل كملي. قالوا لي عيشي في قصر ما قديتش نبرك فيه. قلت لي عندي وليدات. قال لي نخدمهم من السي بوطيب. وتش من السي بوطيب واه الحاجه ولا وصيتك الحاجه هاد الهضره حيد اختار راه انا هذو هو طبعي ما كنكذبش ما كنقول لا اله الا الله ما كنكذبش كنصلي نتقى الله الخمسه الصباح تسيبني طايقه كتجي عندي تصلي عندي خليت قشيره وتمشي قشيره مؤخرا كنزر فيا وما ولدي اللي كانت كتوكلني باش الطيطه اللي خمسه الطه ما كنعقلش على راسي كنكسب ليا الفلوس. دابا المشكل الفلوس شحال ماشيه دابا ديال الفلوس؟ راه قلت لك انا خمسه القرعات فيهم كل وحده فيها منيو ها؟ هادي ديال رينا رينا هادي ديال ولدي هادي ديال الصباح هادي ديال هذا افتح لي هذا كان غادي يعطي بالجنوية للكرش. المهم التليفون بلا ما بينكم الصورة اللي شوية صعيبة كملي. الصباح جاني هذيك عمشة ولدي مع ستة ونص جاني فكني ذاك سميتو دخل المحل دك دكو كامل سارع لي بالجنوية يفلق فيا في اليد ويقول لي انا عيمة اليوم العمر ديالك في يدي انا غادي نقتلك باي وجهي كان طرتي ولا نزلتي. واش هاد السيد مسطى شويه بعقله؟ لا مسطي مالو علاش الكوميسير دار معاه البحث؟ مالو ما كذبش راه الكوميسير كيعيط يقول ما درت معاه البحث راه بعقله راه السيد بعقله مشاو داروا ليه الوراق في 36 السيد رجع عند ولدي وجروا ليه وقال لي قول ليا قال لي سير جيب امك وتقابح مع امي بلا ما تقتل امي ما نقتل امك حدا راسو زاد حاله دري بعقله مولي وحرشي. وما كاينش شي واحد زعما من الاصدقاء ديالكم شي واحد يصالحكم يدخل بخيط بهذه الامور؟ كتعرف الكوميسير اش قال لي قال لي انا ياسين قال لي شنو بغيتي مع دمرك لينا بالله والشرف ما بغيتش بغيت تدخل عندي القرعه تحطها ليا قالت لي نبيع لك حولي لا ما باغا لا حولي لا والو القرعه تحطيها ليا عند مول الحانوت دابا كتحطها عند مول الحانوت من 24 اللي كتحطها عند مول الحانوت الا دابا غتخرج 33 نهار ثلاث هاد القرعه ما غتالي حتى 2021 شهر 6 عاد غتالي 53 اللي مقيده عندنا في الورقه عندنا الورقه باش درنا تنازل وعندنا الورقه باش التزمت على راسها غتبقى تخلص في هذه القرعه تتسالي اليوم راجل بنت صافي واليوم كنطلب النداء ديالي وكنوجه النداء ديالي لخوتي وخواتاتي انا مرا بعقلي ماشي صغيره هي عندها 65 وانا عندي 60 صاحبتك هذه صاحبتي 20 عام اي مشكل وقع عندها اي مشكل وقع عندي كتجي عندي كيفرقنا الليل فقط الليل ما نعرفوا لا ناديو الناس ونمشيو عند شي فقه ولا شي طلبات كنعرفوا ناكلوا ونشربوا اللي صافي عندي تسيبني عندي رابعه د الدجاج كناكلوها كما نقولوا في الكوميسيريه كما نقولوا دابا كما نقولوا في اي قنت وكاينه 75 78 مره اللي كتحضر عندي في براكسي كتحضر باش تاخذ دوك القرعات كنحسبهم ليها و 20000 ريال كتجيبها دابا انت اللي مكلفه بهاد القرعات هادو انا عندي 100000 وبنتي فاطمه عندها والاخرى اللي كانت ساكنه عندها عندها 112 الف راه خرجت من عندها في شهر جوج خرجتها ب 4 8 بقات 4 8 وخرجت خرجتها من الدار 14 عام اللي ساكنه عندها. دابا درتوا الشكايات ديالكم؟ درنا الشكايات قدمنا الاناس اناسي داروا خدمتهم واللي عليهم داروا الله يجازيهم بخير الله يجازيهم بخير الا الشاف ديال اناسي ولا الاخر اللي معاه الله يجازيهم بخير ما داروا على خدمتهم ما داروا حتى شي حاجه عيب قالوا لي انت تهضري وهي تهضر وتجي بالشهود هي تجيب الشهود السيد اللي وقف معايا الله يجازيه بخير انا جيت شهود هي ما جابتش شهود لا والو صافي جيت 15 مره كتشهد فيا بان انا مزيانه اللي ما عندوش شي واحد القران خلص عليه كنحن على الناس كنتقى الله في وجه الناس كنبيع ونشري سخفتي الله يصوب الله يصوب الله يصوب الله يصوب كنبيع ونشري ما ينطات خويا جات كدي من عندي الحصير كدي من عندي المانط كدي من عندي اي حاجه اتات اي حاجه كنبيع 20 عام كنمشي للناظور وجده ودابا وليت كنجيب عام من هنا من كراج علال وكنبيع نمشي للمحل كيجيو عندي المحل كيهزوا اللي بغا اللي بغا كراسن اللي بغا اي حاجه هي نيت محل كل عامر بمانطا ديولي هذه التجاره مزيانه تجاره حلال هي عارفاني كنبيع ثم دابا اسبابكم هو هذا الفيروس هو اللي حبس هذه المعامله اللي كانت بيناتكم. لا المراه مقره لي 4 سنين هذه كتخطط لي فشي حاجه ما ديك الحاجه اللي مخططه لي فيها ما عاجبانيش انا ما كنت خنزي في المهم اللي كتحطي القرعه وملي كتحس بيها كتضحكي
قالت لهم لا ما ماتش ملي كتصلي عندي تخلي تقشيره وتدي تقشير كتبقى تخنزر فيا. لا اله الا الله. اذا مشاهدي مقاشف تي في سمعتوا القصه ديال السيده. واليوم الله يجازيكم بخير، وكنوجه النداء ديالي الحموشي، وانا بنت مقاوم 14 عام في فرنسا، تهز محمد الخامس مصور معاه، بو عنده ورقه القصر الملكي كنت كندخل معاه، عندي ورقه الشرف. واليوم الله يجازيكم بخير، الا ما بينوا لي حقي راني كنجري بحال المسطيه، راني ساكنه عافي بالراكه في الكاريان وهي دار على 15، وكلشي الناس كتدخل عندي كندير الخير، انا تابعه بو كندير الخير. واليوم السلام عليكم، وانا مزوقه فيكم اخوتي تعاونوا معايا، تعاونوا معايا غنتسطى. والوليد اللي كنت معاه وقول عليه راه حيدوا لي قطعوا لي العصبات تعيدوا، الدري بغى يدخل عليا مع ستونس اليوم ديال الصباح بغى يقتلني، قال لكم مو محرشه عليا قتلني ولاباس، ودي واتقتلني. السلام عليكم، الله يرحم لكم الوالدين. الله يسمعك خير امنت، الله يسمعك خير. نتمنى الرساله ديالك تكون وصلت. ثم درتوا الشكايه ديالكم، الامر دابا عند رجال الامن، ومن غادي يقوموا بالتحقيقات والتهريات. الله يجيبك الشفاء بعدا. امين. الله يحفظك ويجيبك. شوف انا غنهضر ثاني واحد جوج كلمات. بنهار كيضر راكب في دارهم سادين الباب تاع الحديد، ممنوع الدخول عندهم الدار على 15، وبالليل تعطيه ابو يسكر ويبرك بجنويته وعز رواتو، وولاد الدرب كلشي شاهدين عليه، ما نكذب ما نزبط. قال لكم مو اللي كتصيفطوا، مو راجل ختو. صافي السلام عليكم. ولا كان بنادم غادي يتقتل على هاد الفلوس ها عباد الله، وانا ما عنديش غنفرش خنشه، ويعاونوني خوتي ونخلص هاد القرعات وما تقتلنيش هاد المرض. الله يحفظك الله يحفظك. علاش تيجيني بجنويه؟ علاش يغز بيا عباد الله ويضرب فيا يفلق لي يدي؟ قالت لكم مو ها الجنويه طرفوا اللي لقى يقزروا، راه شفتوا واش قال لي؟ قال لي حدي من العاون البارح حدي من سيبي راه مقاقر، وقال لي ودي يلاه، قال لي راه كان في ما كانش في الحبس، ما كانش في ستوكاتي، قال لي كان في السوالم يلاه جا حضي منه هذا نسيبه. ما كاينش السيبه مهمتي، شوفي كاع ما تخافي ما كاينش السيبه. شوف السيبه ما كايناش في المخزن، كاين كيمشيو ليه كتسد مو الدار، هذاك خاصو يطلعوا دابا يجيبوه، دابا يجيبوه، ولا دار شي حاجه اللي دار الدم راه يستاهل العقوبه. صاحب بارك الله بارك الله بارك الله يحفظك الوالدين، الله يسترك يا ربي امين. الله يحفظك من ولاد الحرام يا ربي، راني شريفيه. الله يكبر بك. وهادشي اللي غنقول عارفاني ياش كنسوى تتحيد هذاك ونقول كان اشكال. صح صح الله تعالى يعاود. الله الله يحفظك وصحتك. عارفاني عندي السكر، وعارفة عندي الخزان، وعارفاني مريضه بالعصب، وعارفاني مريضه بالسحر، وهادشي كله عارفاه معايا، وعارفاني كان فيه صداقات، ولكن دوختني في راسي وقيتني دير لي داكشي ديال الطلاميس. اخر مره قلت لي بشرب سيمان وانا مواطيه مع الارض فرد. عبد الله يسهل، الله يسهل، سهل سهل سهل. اذا مشاهدي مقاشف تي في سمعتوا القصه الغريبه ديال هذه القرعه، دخل فيها القرعه، دخل فيها كورونا، دخل فيها الصدقه اللي كانت 20 عام، دخل فيها ولد السيده. المهم نتمنى الرساله ديال تكون وصلت. تبارك الله عليكم ونهاركم مبروك. شو باغي تكملي؟ انا عندي شيء. لا سلام.